ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم عائشة. How are you? I hope inshallah okay. This is our plan. Inshallah in this month we will take Surah Al-Hadid. We also can do up to ayah number 18. And for revision, you will carry on the revision after Surah At-Tahrim, from At-Tahrim to Surah Al-Mumtahana, inshallah. And now I read the first part of Surah Al-Hadid to you. Okay, listen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. All right, جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله